بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أعرف بنفسي، أنا المدعو عبد الرزاق سمح، مزداد سنة 1959. كنت المسؤول الرابع في حركة المجاهدين بعد النعماني وعلي البوصغيري ومحمد النقاوي، فأنا المسؤول أو الأمين الرابع لحركة المجاهدين بالمغرب. الأصل علاش تبنات الحركة؟ لأنها الحركة مسلحة، من تتبنى الجهاد، الجهاد يكون بالسلاح في مواجهة النظام. والمشروع كان سيكون قائم على إثارة البلبلة في البلد بعمليات أو بتفجيرات. هذا الحاصل اللي كان سيكون، يعني هذا هو المنهج اللي كنا غاديين عليه. لهذا كانت الأسلحة تدخل لهذا الغرض، فيه عمليات اغتيال، في كذلك نهب للأموال، وكذلك كانت تخطيطات لعمليات هذا هو المشروع اللي كان غيدار في المغرب. وكما أقول الحمد لله ثم الحمد لله لما وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا المشروع الذي كان سيكون داميا بالنسبة للمغرب. فلطف الله سبحانه وتعالى هو اللي خلانا ما وفقناش، هذا لطف من رب العالمين، لأن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولا أنه بالدعاء لإسلام وتبني الجهاد وهذا، ولكن لك العمل فاسد الله لا يوفقنا، الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، فكنا بهذا العمل سنفسد أكثر مما كنا نصلح. هذه كمقدمة لمعرفة ما هي حركة المجاهدين ومشروع ديالها، وما زال التفصيل إن شاء الله سيأتي إن شاء الله ما علي عراس. فكان يعرف هذه الحقيقة، هذه يعرفها جيدا، يعرف علاش نظم، علاش انتمى لحركة المجاهدين. انتمى علي عراس إلى حركة المجاهدين في 1981، والتقيت به مرات عديدة، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في المغرب، التقيت به في المغرب مرات، وهو يتقن يتفاهم معنا باللغة العربية. أنا لست ريفي، ودي يتكلم بالريفية والفرنساوية والعربية، يعني فكيتكلم باللغة العربية بطلاقة، يفهمها جيدا، وكنا نتعامل باللغة العربية، ما كناش نتكلموا بالفرنساوية يعني في مقابلاتنا وفادة، يعني فكنا كنتكلموا بالعربية طول الوقت، ما كنتكلموا شيء بالريفية. ملي كيتلاقى مع النقاوي ولا كيتكلموا حيت مريا، فكيتكلموا بالريفية يعني. فكان هو المسؤول اللوجيستيكي أو المادي على الحركة، لأن كما ذكرت أو سأذكر إن شاء الله أن عبد العزيز النعماني لما كلفه وأعطاه الفلوس بتأسيس أو فتح مكتبة إسلامية ببلجيكا، فكانت هذه كمشروع لتمويل الحركة وإعداد كما يقولون سوتيان لوجيستيك اي ماتيريال بور لو موفمون، يعني هذا مستقبلا هو اللي غيكون يجي منه كل شيء، يعني العتاد، الأسلحة، إلا كاين شي متفجرات. فعلي أعراس هو اللي أولا دخل السلاح الأول اللي توجد في بركان في 2003، هو اللي دخلوا ليا، وكان فيه كلاشين وجوج مسدسات بالداخلة ديالهم. ثانيا السلاح اللي توجد عند في طنجة، مسدسين صغار، وكذلك السلاح اللي توجد لما ألقي القبض علينا في جهة تيفلت. علي أعراس هو اللي كان مسؤول عليهم، يعني هو اللي دخلهم، فهو اللي كان مسؤول في الجماعة على القضية ديال السلاح وتدخيل السلاح. كما أن السلاح اللي كان في 2005 هو كذا المسؤول عليه، يعني اللي كان دخله من الخارج، يعني فهذه كانت مسؤوليته هو، يعني هو اللي كان هذا اللي قلت السوتيان لوجيستيك المادي والمعنوي، هو اللي كان يقوم به في الجماعة، وهذا دوره. ما كانت واحد، لأنه كانت لديه خبرة عسكرية وكان مدوز العسكر في بلجيكا، فكانت مسؤوليته معرفته جيدة بالسلاح، هذا هو يعني.
أما أنه لا يجيد اللغة العربية فهذا غير صحيح، يعني كان يتكلم معنا باللغة الدارجة عادي، يعني اللغة العربية، وكنت فاهمه احنا، ما كنت شايف فرنساوية في المجالس ديالنا وفي المذكرة ديالنا، كان اللغة العربية هي اللي كنت فاهمه بها يعني، فكانت بسلاسة يعني. فهذا هو، لأنه كان كيمشي ويجي كل صيف كان كيدخل، فكان دوره في الجماعة هو التمويل، التمويل المادي. وكان أرسل لي يعني، كان لما مات النعماني بقات هذه هي مسؤوليته، مسؤولية مادية فيما أقيت اللي هو كان هو الفرنسا، كيجيب الأموال. كما كذلك ملي كنت في المغرب كان كيدخل الأموال، وكان كيعطيني بالنسبة لي أنا لما كنت أنا مسؤول، كان كيجيب لي الأموال اللي كان كيجيبها من التجارة اللي كانت على برا. فدوره هذا هو كان دور أساسي و بيقولوا مركزي بالنسبة للتمويل بالنسبة للجماعة. عندما ألقي القبض علي في 2012 يعني، كنت أنتظر تعذيبا شديدا، هذا اللي كان تصوروه يعني، واللي كان في المذكرة ديالنا يعني، لا سيما قلت أنا الشخص الأخير يعني من مؤسسي حركة المجاهدين. وكان هناك طلب عالمي للانتربول امونو دوبي 2004 كان اسمي عند الانتربول، لكن فوجئت يعني على المعاملة المؤدبة الحسنة والمحترمة لشخصي، والإخوان أيضا اللي تشدوا معي كانوا 20 في المجموعة يعني، استغراب يعني كيفاش كيتعاملوا معنا بهذه المعاملات يعني، واللي كنعرفوا وكنسمعوا بأنه كذا وكذا وكذا يعني، معاملات حسنة. فلا داعي للكذب ولا الإثباتات موجودة، الوثائق ما عندك، ما تعترض ما عندك، ما تكذب، لاش يلتجئ لهذا مثل هذه المسائل هذه اللي كان يقولها مثل القرعة مثل التعذيب يعني. قلت تعيا يجيبوا لك بالحجدة بالساعة بالنهار بالتليفون ولا بمواصلات ولا كل شيء يعني، فما لا يعترض الإنسان لا يدير الكذب، فيكون الإنسان في مستوى إلا كيقول هو مسلم، فهذا ماشي ليس لائقا بمسلم يعني. فكما يقولوا لعبنا ماتش خسرنا، هذا هو أنا أعترف بإنسان لازم يكون ديك الروح الرياضية. فمنذ كما يقولوا المحاكمة ديالنا والفترة ديال السجن دات بخير واحترام يعني، في كل سجن نقل إليه الإخوة كانوا يعاملوا معاملة احترام وأدب. أسلحة لا جايبينها يعني، جايبينها غنديروها في الكسكسو، لو استعمل هذيك الأسلحة الله يستر، حفظ الله سبحانه وتعالى هاد البلاد هذه يعني من استعمال هذيك الأسلحة. فالحمد لله الذي ألقي القبض علينا، الحمد لله يعني، ما كنا غادي نديروا مصيبة في هذه البلاد هذه، الحمد لله على كل حال يعني. أما عن الفيديو الذي سجل في سالة جوج في 2012 على مسألة ديال التعذيب، أن الجسم ديالو بين فيه العلامات ديال التعذيب، فكيف يظهر يعني؟ هو كان ألقي القبض عليه في 2010 و 2012 عدى الفيديو، وكيف غادي يبقى العلامة ديال التعذيب كاع عامين؟ وحنا معروف عندنا السجناء يعني، لا سيما السجناء السلفيين فيهم الكذب يعني، هذه المعاملة يتعاملوا بأنه يستحلوا الكذب على الدولة والعدو يعني، يستحلوا الكذب على العدو الدولة، فكي يستعملوا إما الغسول ولا الحنة، وكي يصوروا كيظنوا بأن هذه يعني غدير إشكال بالنسبة للدولة، هاد المسائل ديال التعذيب وسوء المعامله، وهاد هاد هاد هذه هاد المعاملات يعني شنيعه بالنسبه للمسلمين اللي كيقولوا مؤذبين تيتعاملوا بالاسلام وحسن الخلق، فكيتعاملوا بمسائل دانيه، الكذب تيولي عندهم الكذب حلال يعني، يتجروا انه يديروا اشياء هما كاع ما دايرينهاش يعني، لا حقيقه لها ولا وجود لها يعني. فهذا على المسلم، فكيف اللي كيدعي الجهاد ودروة سلام الإسلام يعني، هذا عار يعني. فهذا هذا هذا الأكاذيب هذه ما شاء الله يعني، احنا دوزنا كما يقولوا دوزنا المرحلة ديال الثمانينات وديال، فمستوى غير يعني، وانا قلت هل يوم يعني مستوى كبير بزاف يعني، فاللي ما بغاش يعترف بالحقيقة يعني ان هذا الملفات لم تعد مربحة الآن يعني، والاسترزاق بها والتجارة بها ما بقى يجيب والو، لأن داوزها الزمان مشات يعني، دازها الزمان فوق السبعينات والستينات وسنوات الرصاص، نعم داز ما بقاش دابا يعني، ما بقاش يدير هذا يعني. ف
مشكل يعني مثل هاد الشهادات وهاد الادعاءات صعبة كتير يعني. فنسأل الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. والتهم إلقاءها سهل جدا كما يقولوا، لكن تبريرها وتأكيدها صعيب وشديد في الدنيا والآخرة. فليسأل الإنسان يعني نفسه، لماذا؟ علاش هاد الشهادة؟ على التشويه والتهديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.